رياح نشطة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية الساعات القادمة، تفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم انتشرت كميات كبيرة من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الشمالية، كما هبت رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة عملت على إثارة الأتربة والغبار. اعتبارا من يوم غد الأربعاء تقترب كتلة هوائية باردة من شمال المملكة، استمر على نشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للأتربة والغبار، خاصة في منطقة تبوك. تفاصيل أكثر نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع الرياح المتوقعة من نهار اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس. يوم الثلاثاء هبت رياح جنوبية شرقية نشطت السرعة في عموم شمال المملكة العربية السعودية، ناتجة عن امتداد للمنخفض المرتفع الجوي السيبيري في عموم هذه المناطق، دفع بهذه الرياح الجنوبية الشرقية التي زادت من الإحساس بالبرودة. اعتبارا من يوم الأربعاء يقترب منخفض جوي من شرق البحر الأبيض المتوسط يدفع برياح غربية إلى جنوبية غربية نشطت السرعة في عموم شمال المملكة العربية السعودية، تمع إثارة الأتربة والغبار. هذه الهبات المترافقة مع الرياح ستكون أكثر قوة ونشاطا في السفوح الشرقية من جبال تبوك، حيث ستكون سرعة الهبات أو استلام سرعة الهبات حوالي 70 إلى 80 كيلومتر في الساعة، واستعمل على إثارة الأتربة والغبار وحدوث الموجات الغبارية في بعض المناطق. لكن اعتبارا من يوم الخميس تتراجع هذه الرياح ويعود الطقس لاستقرار مجددا مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة في شمال المملكة. باقي المناطق تشهد أجواء مستقرة بشكل عام. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء مستقرة تفرق لبعض الغيوم، 12 درجة مئوية كحرارة دنيا المحسوسة 10 درجات، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلات السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء 26-13، يوم الخميس ترتفع وتسجل 28-11 درجة مئوية وتعود وتنخفض، يوم الجمعة تسجل 24-10 درجات مئوية. التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الأربعاء: تبوك تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة 24-6 درجات مئوية فقط خلال ساعات الليل، سكاكا 25-7 وعرعر 23-8 درجات مئوية. المدينة المنورة أجواء صافية بشكل عام مع تفرق لبعض الغيوم 30-18، جدة 32-24، مكة المكرمة 34-22، والطائف 26-13 درجة مئوية. بالنسبة لأبها أجواء صافية 24-9، الباحة 22-12، وجازان 32-24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الدمام 25-14، حفر الباطن 26-15، والإحساء 27-12 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 26-13، بريدة 28-15، وحائل 27-7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.